السلام عليكم احبابي. الوصفه اليوم اللي هي كب كيك بشوكولاته النوتيلا. اللي كنحتاجو ليه نوتيلا، جوج كيسان ديال الدقيق، كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، خماره بحجم 8 غرام، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره الخل، ونص معلقه ديال الفاني. الا ما كاينش هاد الفاني ممكن نعوضوه بالفاني سكر، حتى هو خنيشه وحده. بسم الله نبداو. بسم الله. هنا احبابي كناخذ البيض وكنزيد عليه هذاك السكر. فاش كنزيدو داك الكاس ديال السكر كنطربوه مزيان. كنضربو مزيان، خاصو يتضرب حتى كيتجانس لنا الخليط، يولي مشى لونو كيبيض. كنزيدو الزيت وكنزيدو الحليب وكنبقاو نضربو، سواء بالضرب الكهربائي او باليدوي، يعني اللي متوفر عندكم، ماشي شرط الكهربائي. هنايا معلقه الخل وقبيصه ديال الملح. هنايا زدنا الفاني نص معلقه صغيره وكنضربو. هنا عادي نزيدو الدقيق اللي سبق غربلناه، جوج كيسان يكونوا عامرين مزيان. كنضربو مزيان، كنزيدو داك الدقيق شوي بشوي. كنضيفو ديك الخمارة اللي خاصنا حتى هي نغربلو باش ما يبقاوش في دوك الحبيبات، ونعاود نخلطو مزيان. هنا كنزيدو داك شوية الطحين اللي باقي حتى هو كنزيدوه، وعاود نضربو. هانتوما شوفوا كيف جا القوام ديالها. هانتوما احبابي شوف كي كيولي الخليط. هنا كنجيبو قوالب الكب كيك وكنفرغو فيهم، كنديرو شوية من التحت حتى كنكملوهم كاملين. كنديرو عير النص، تقريبا معلقة كبيرة. اللي ما عندوش هادي يدير معلقة كبيرة، يدير معلقة كبيرة في الأول، ومن بعد يضيف شوكولاتة النوتيلا بحال هاد الشكل. كتضيفوا المعلقه الثانيه من الفوق باش تتغطى داك الشوكولاته. صافي، حتى كنكملوا كاع القوالب اللي عندنا. وكندخلوهم الفران. هما هنا احبابي فاش طابوا خرجناهم، شوفوا كي كيجيو، وعادي نزينوهم ان شاء الله. انا احبابي انا زينتهم بالشوكولات، درت نص بالشوكولات ونص بالكونفيتير والكوك، والشوكولات درت عليه هاد الحبيبات هادو. بسم الله. عادي نبداو، عادي نغطسو لها داك الوجه ديالها في الشوكولات بحال هاد الشكل هذا. غنستمروا، خاص الوجه كامل يجي مغطي. هما احبابي هنا زيناهم بدوك الحبيبات، كيجيو زويونين وكيحماقوا عليهم الدراري الصغار. وهنايا هادو دهناهم بالكونفيتير ورشيناهم بالكوك. وانتوما كيبقى تزين على حسب ذوقكم، يعني اللي بغيتو. ها هما دا كيف كيجيو. هنا عادي نوريكم وحده كيف كتجي من الداخل، جربوهم وصدقوني راه غادي يعجبوكم، لانهم بصراحه كيجيو رائعين ولداد. هانتوما شوفوا كيف كيجيو، شوفوا من الداخل، شفتوا كي كيجي داك الشوكولات،
كيجي زوين، نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم.